شو؟ أرد بيت ريلي؟ هي يا أمي ما فيها شيء، ردي بيت ريلك. الحين لا ترغوني علشان الأمريكية وأنا بنتكم؟ آمنة أبذيتينا تراك ما حد راغك، بس نحن ظروفنا تحتم علينا نقول لك هالرمسة. هي بس أنا خاف أبات بروحي، ريلي في حبشان وأنت أبوني أسير يعني. على ما أظن أن أم يمعة موجودة عندك في البيت، ذليتينا بروحي وبروحي. هي بس أم يمعة ما تركت عندي، حجرتها بعيدة. زين أمي شو رأيك أنت تسيرين ترقدين في حجرة يدو؟ يدو؟ إيه يا ودي صبري عاد صبري علي شوية. ها هذا هاي يلبسونك كذي يا بنيتي، أنا ساير والياي. ها زين؟ Like this the بابا؟ إيه like this مثل ما قلتي. ها شوفي. Oh cool I look nice. إيه زين. Thank you the بابا. إيه مشكورة ما قصرتي. ما شاء الله عليك، تقولين مرة مبرقع عيارتنا حمامة بنت سعيد. السلام عليك. سموحة سموحة يا دو، ما أدري إن عندك حرمات. أحمد تعال بوي، ما حد غريب. ما شاء الله، منو عندك يا دو؟ مرت عباس؟ لا وين مرت عباس، هاي الحرمة اللي بنيوزك إياها. الله يهداك يا دو، لا تحرجينا يا العرب. الله يهداك بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Got you. Alex, is that you? That was a surprise. MashaAllah, Yeddo. Thank you. ملبستنها؟ هي لازم ألبسها وأعلمها عاداتنا وتقاليدنا ولباسنا وثيابنا ويدي. MashaAllah. صالحة. نو هاي. هذه Alex. Yeddo لبستها البرقع والعبا، حتى أنا ما عرفتها. هي Yeddo الله يخليك. خلي آمنة بترقد عندك وحليلها فقيرة، وعطينا هاي Alex ترقد عند البنات. لا لا عاد ميته. الحرمة بترقد عندي وفي حجرتي. ليش يا دو ما تبيني؟ ما قلت شي أنا، لكن يعني الحرمة عندي وخليها ترقد. انت يا دو اسمعي، هاي ما بتعرفي لها طرطن تراها، خلي آمنة عندك وخليها هي عند البنات. ايه يوم اللي كذي على اللي تشوفونه. Is that your father, Kareeb? Yeah. Oh, he looks so weird, like a crazy man. مبجنها قالت على أبوي مينون؟ هي. أسير أخبر عليها. أنت إيه تبغين تسوي مشاكل على آخر الليل؟ يلا نخمدي وسير قدي. Alex dear, يلا let's sleep. Okay. صباح الخير. تبغين شيء قبل لا أسير؟ شو هالله يهداك ويا هالباروكة، فضحتنا شلة؟ قلت شعورك شي خصك انت، انا شعري وكيفي، بعدين انا داس الشعر شي يبين بعده. يلا 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 صبر، وين بتصير وانت بعدك ما تريكت؟ ما اباريوكم زين. هولت ابوي، انا ساير عند المقاول هناك ويا الاستشاري، يبغون مني براءة ذمة اليوم، ايش رايك ترافقني؟ براك الوالد، انت توكل، انا بجلس الوالد شوية. Good morning. هلا. Good morning. Hi, كريب. كريب. الله. كريب. أنا كريب. كريب فروت. أنا أبوي الحين عمك. قولي أنت أنكل كريب. أنكل كريب. توكل أبوي. توكل توكل. إن شاء الله. Okay. Okay. Where are you going? No. Yes. Because I am going out little شغل. Please. Let's have breakfast. هاي صعب علي. ايش قالت؟ تقول لك ابويا اي لسه تريق اياها. اوكي اوكي وي وي اوكي اوكي يس بليز جود. عايز تقولين ضبابه البارحه لبستيها البرقع؟ ها هي نعم هي نعم يا زين، المبرقع عليها الله هو اكبر، وايش العيون. ايه عاد العيون ما يحتاج، ما شاء الله تقولين عيون بقر. أقول إن شاء الله ما استوت مثل الخفاش مثل بعض الناس. منو قصدك يعني بعض الناس؟ أكيد أنا ويدو. ويدي أشوف ردت تأكل عيالها. شو قصدك يا غريب عادة؟ اسمعني عادة، احشم عمرك ولا ترها. وي ما قلت شيء أنا، والله ما قلت شيء. زين كذي you put me in trouble with ضبابة. زين because you don't watch your mouth. So so
Stop teasing me. Then have your breakfast. Stupid. Wow. You are speaking English very good. لا 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 هذه بس حالات شيطانية تطلع من عندنا والله ما ندري شو قلنا ولا ما قلنا. أليكس you happy with me? Yeah, sure. I like your family so much. هب قلت لكم يا أبويا بتنظر عليكم شوية شوية وبتعود عليكم. Hello. Yeah, Gary. How are you? I want pork meat, please. No, no, please. I want this kind of meat. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. أمي هاي شو عندها صالحة متصلة بأبوك؟ تبى منه يشتري لها لحم خنزير. شو؟ لحم الشو خنزير؟ إن شاء الله هاي تبى لنا نطبخها في بيتنا. هذا كله إيش تبيني أسوي؟ أبوي أنت تراك وايد بارد ذبيتني في برودك هذا. فهمها علمها اللحم الخنزير حرام ما بزين ما بياس اللي كذا. أبوي أنت ما سمعت عن مرض إنفلونزا مال الخنازير؟ نسمع به بس هي عنيدة. عنيدة؟ لو شو سوت لحمها هذا ما خنازير ما طاح جدوري أنا مو بناقصة. هلو كلينكس. هلو. How are you? Fine. And you? يوم أنتي فاين أنا بعد كذلك فاين. يا دو تعالي شوفي مناكر هالبنية هذه. أو أن اليوم تبى توكلنا لحم الخنزير. شو؟ بتأكلنا لحم خنزير؟ يمي ما قالت كذي لا تظلمينها. قالت الحين مسويه تليفون حق ابوك قالت له تبغى لحم خنزير. هي بس هذا غداها بروحها. احمد انت ما فيك حاسيه ما فيك غيره. البارحه بتدخلها الاسلام وحين لحم خنزير. يدو شوي 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 لين ما تقتنع بروحها. يا حرمه اطبخي لها اللي تبغيه فكينا منها لا تفشلينا وياها. يا سلام الحين تباني انا اطبخ لحم خنزير وانت مو بخايف علينا من انفلونزا الخنازير؟ لا تخافين اطمني أنا سألت قالوا الخنازير اللي في الدولة كلها نظاف. نعم 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 وين بعد في البلاد خنازير؟ الحمد لله والشكر الدولة ما فيها خنازير. بعدين دعمت خبرك أنت ما شاء الله أشوفك وايد حاط بالك عليها ومدللينها ومدلعينها. بوي إحنا نبغى نطفشها كذي ما بتطفش بتلصق فينا لصقة. يا بوي حرام عليك باكر بيسافرون عنا. إيش راي؟ شوفي سوي لها صالونة خنزير ويعيش أبيض مشغول وعدالة أشار ورطب. لو شو صار خنزيرها ما بيدخل في جدوري هالقصرني عدنا. So I'm not gonna cook it. Then throw it out. عاد عباس اسمح لنا بنكلف عليكم شوية. انتو جيراننا بعد ما لنا عد غيركم. أحمد ولدي يبغي يوكل إليكس برياني لحم فأنا قلت أي عندك تقول حقولي لأن قولي ما شاء الله عليها تسوي برياني ما فوق برياني. ويبدل قطعة الحين مع عمي قولها بس من فضلك تسوي لنا. حاضرين ابو احمد ان شاء الله فولك طيب. ابو احمد لحم شكل غريب عجيب ابيض شوي شنو؟ لا هذا لحم عيل هذا عيل صغير. لبني بارك الله فيك. عاد الله يخليك انت ما يحتاج بعد وص قولي على الطبخه الطيبه هذه. ها عفا عليك ابو احمد على خشم. لا على الجوله. عاد شو اسوي يا عيال امكم بصراحه ما طاعت فاضطريت اني انا اخذ اللحم ودي عند عباس. هيه لكن حرام عليك تغش الريال. عباس لو عرف طلبها ياخذ على خاطره منك. انا ما بسوي لكم مشاكل كان لغيت طلبها عادي. ما شي مشاكل انتوا عاد خفوا عليهم شوي. كيف انا شو مسويه؟ لا 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 صدقها امي نحن مسلمين وما ناكل لحم خنازير. احمد وشو هالمصاخه انت؟ هي خيلي استحي عويك هاي حرمه اخوك. واو أليكس إيش رأيكم؟ طارش لبستها؟ الله أليكس you are looking very cute. Thank you. What do you think قريب؟ الله رد كشة very nice you are like إماراتي أنجل. الله أكبر very nice. Come on baby. Thank you.
الحين تفرك هي بالمخدة على وجهك وتقول لي تمزح وياي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرتني أنا، فرتني على وجهي أنا، مو بوجهك أنتي. أنت حقا مش تطة كذا يا أبوي. هاي تمزح، تمزح أمريكانية تمزح، والأمريكان مزحهم شوي ثجيل. أنت ما تشوفينهم شو قاعد في السياسة؟ وأنت ما تشوف عمرك إنك واقف وياها؟ والله حرجت زوجتي، هي متعودة تسوي كذا يا أبوها. الله وكيلك، يوميا تضارب يا بالمخدات. ويو يا أبوها؟ أبوي في حسبة أبوها. ضربوا من مخداتي وأبوها، وأنا أبوها الإماراتي. يلا بنصير نتغدى، باكر نحن مسافرين عنكم. يلا يمي، لا تخربون فرحتنا بكم. أليكس، you want برياني؟ No. White rice؟ No, I want my special food. يا الله، بسم الله. شبلها يا عرسة فوق هناك. أليكس تبغي أكلها الخاص. تذكرت. No. إن شاء الله الحين بصير بايفة. ها؟ وين ساير؟ وش لك؟ أمي، أبوي، حرمتي، وين ساير؟ بصير عندي غرض، بي ببي. بالله عليك أنت، ما تستحي، ما تنتخي، احنفو ظاهر وحاط هاي القفة فوق راسك، تقول صوف غنم، وحاط القحفية، وبتظهر في السكة، ما تستحي ولا تخيل أنت؟ أبداً، ما أستحي، شوفي، الله أكبر. أنا الحين، شوف أنت منو اللي ترمس؟ وهذا شو هذا؟ ها هذا اللي طوله مترين حطه وراك، شو هذا؟ هذا شو؟ ما تقولي لي شو هذا؟ شو هذا الاصفر اللي حاطه لنا؟ تحرش فيه حقه؟ شو هذا الاصفر؟ شو قولي لي شو؟ عشتوا عشتوا، هذا ندوك يسمونه شعر صباح، وغياض لك ونكان لك، باكر بصبغه حمر ولا خضر، وباشوف شو اسوي. يوم بتصبغينه خضر وحمر، ايش لك في انا؟ ان شاء الله تصبغينه انقاش. ايش تبغي فيه؟ ليش تغايضيني؟ ايش حقك تعامديني؟ ايش تبغين؟ اندوك الروب، انا ابوي عاد يوم بحط هذا الشعر الاصفر على قولك اصفر ما اعرف شو، اسمع ابوي، البس عباتي وشيلتي واظهر. وانا؟ تبغيني البس عباه مثلك بعد؟ لا ايش حقه؟ انت ابوي تظهر قدام الناس كذي بهالكشه هذه، خسك الله. توكلي على الله. سير سير نطط شعرنا. دسي شعر دوك وماصل لين تحت. خير يا دو، اشوف عندك ملاس تبين تاكلين. سمعوا، ان سويت لي هاي مكشه مغير ولا فرتني بشي، حرام لقبض هذا الملاس ولا اسجح ويها. هذا انا اقولكم ترى. ابو احمد عاد قولي ما شاء الله عليه، سوالك برياني على كيف كيفه. مشكور وحاله، جزاكم الله خير. مشكور هذا اليار، هذا اليار والا فلا. مشكور ابو احمد. نعم. سموها منك يعني خير ان شاء الله. شوفي يعني مثل يقول نفس دنيه ترى. شو عندك عباس؟ قول تفضل. يعني ابو احمد نحن ما تسامحنا منكم، يعني ما استعزلنا ترى. احنا يوم سوينا لها والبرياني كان غاوي، انا وقولي نفس مانا ما قدر يتحمل، كلنا منه شويه. كلتوا من جدرنا؟ كلينا منه، يا ليت تسامحونا يعني. زين انتوا كلتوا عيش فقط ولا عيش ولا حب؟ كلينا اللحم، كلينا عيش. ابو احمد وايد كان حلو وايد. لا حول ولا قوه. زين لا حول ولا قوه، يعني شو نسوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. نصيبكم. انا واحد محللكم في مال الله. ما قصرت، الحمد لله حللني، الحمد لله. يا ربي محلات كشتها. أصلاً أمي تقول إن الشعر الأسود أحلى. أليكس، سي مزيون. مزيون. يا أليكس، قولي مصيبة. مصيبة. What the meaning of مصيبة؟ Listen, you are
مصيبة. That means you are very nice. مريوم. Oh. علميها عدل. Wow. مصيبة means very nice. Nice. Yeah. مصيبة means nice. مصيبة nice. Alex. Alex, I bring for you this book. Book for Emirat. Book you see inside Emirat UAE. Thank you. Inside everything on UAE. Everything on UAE. Souq UAE. Wow. Yes. Wow. 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 Everything UAE. Building UAE, Bahar UAE. It's very nice. Thank you. I like it. Thank you. Thank you. Thank you. Gareeb, you are the best. Thank you very much. You are the best. Thank you. Gareeb, تعال باك. الحين الحين إن شاء الله. Open this. أنا ذا. أنت شو تقولين؟ عيب السوالف هذه اللي تسوينها. هذه حرمة ولدي، يعني حسبة بنتي. أنا ما أسمح لك إنك أنت تحرجيني قدام العيال، شو بيقولون عني؟ يقولون ما يقولون، أنا مو مرتاحة منها. يا بنت الناس، هذه طبايعهم، طبايعهم، أنت لا تكبرين الموضوع. أنا متضايقة من الأشياء اللي تسوي قدامي. شو اللي جالس يصير قدامك؟ أنا شو اللي جالس أنت؟ ليش تكبرين السوالف؟ تفضل. هاي. هاي 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 عليكم السلام. غريب. This is my favorite beer. توتو. ايش وات؟ This is my favorite beer. توتو. I like it so much. It's a gift for you. ها؟ thank you. توتو. Yeah. توتو. Yeah. Thank you. شو ها؟ احنا الحين وصلنا لمرحلة الهدايا؟ يا سلام، اليوم انا اهديك بكره انت تهديها. هذه توتو توتو يعني، وبعدين يعني فوتيها فوتيها الله يخليك، عيب. ما بفوتها يعني، ما بفوتها يعني، ما بفوتها. مثا يو ار مصيبه. مصيبه اي مسوده الوجه. نو شي شي سيد يو ار فيري بيوتيفول. او ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش. يعني ما يسلمون علينا؟ شو تبانا نسويهم يا حمدو؟ ردوا مراهقين شرط قبل يضاربون على ادنى سبب. اخوي عاد احنا ما ملينا منكم، تو الناس. هي والله يا ولدي. يلا هانت سنة وردي لكم. أليكس we have a long flight. Let's go. Okay. I will miss you all my friends. I will miss you the Baba. أحمد قالت miss you وشو يعني؟ تقول بتوله عليك يا دو. حليل. يلا سلموا عليهم، نحن سايرين الحين. الله يحفظكم. بداية الله. الله يحفظكم وخلي أسلم على أهلها بعدين. أليكس let's go. Bye. Bye my friends. Bye my friend. زين امكم ويني؟ قافله على عمرها الحجره. وابوكم في بلكونات. ليش ما تعرفين؟ حسبي الله عبليس، خليهم ينطبون. زين شو تبغين اسوي يعني؟ ابوس شو تسويني؟ ابو احمد. ابو احمد صباح الخير، كيف حالك؟ اي صباح اي صباح يا قولي، ماذا خلت فيها صباح؟ قولي. بلي. أبو أحمد وميسا في صاير خلاف بينهم. وي 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 بدبختون. لا لا أنا لازم أروح أسوي مصالحة من بينهم. الحين بروح عند ميسا. أنا أمي الله يرحمها كانت تسميني سفير مال مصالحة. أبو أحمد خل قولي يتدخل بيحل المشكلة بسرعة ترى. ميسا حد يسأل من غريب؟ غريب ريال مثل الذهب.
ريال محترم يحترم جاره يحترم حياة زوجية. ريال يعني مثلا كلامه مثل أسل يعني. تسألين منه الحين غريب يحترم جاره؟ يوم غريب يحترم جاره ليش ما خبركم ان اللحم اللي اكلتوه لحم خنزير؟ شو قلتي؟ خنزير؟ هيه اللي اكلتوه واللي طبختيه في بيتك هذا كان لحم خنزير. جايب لنا غريب حق أليكس، يباكم تنصابون بفلونزا الخنازير. تعرفين تحين شوفي بطنك نار جهنم. يعني انا اكلت لحم خنزير؟ هيه شو؟ وين همامكم؟ مني؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كلينا لحم خنزير يستغفر الله. هاي لنا عباس، أنا لهست السهن مو خلت شيء مو كلت، كلما غريب قاس علي شو أسوي شو أسوي؟ بابا ماما دخلت النت وطلعت معلومات عن الخنزير. خو سمعوا يقول لكم الخنزير يأكل كل شيء، فهو يأكل القمامات والفضلات والنجاسات بشراهة، وهو مفترس يأكل الجرذان والفئران وغيرها، كما يأكل الجيف وحتى جيف أقرانه. عرفت شو يقول يعني؟ شو يقول؟ يقول الخنزير هذا يأكل أخوه، يأكل حتى لو كان ميت. بسم الله. وسمعوا سمعوا يقول لك يبلغ عدد الأمراض التي تصيب الخنزير 450 مرضا، منها 57 مرضا طفيليا. منو تفل عليها؟ ما حد تفل عليه، يقول لك طفيلي طفيلي أطفال داخل بطنه. أي أطفال داخل بطنه؟ طفيلي يعني ميكروبات جراثيم جراثيم. اسمع اسمع الباقي. قول بسرعة. يقول لك تنتقل منه إلى الإنسان. بعضها خطير بل ويسبب أمراض كثيرة كتلف الكبد وتصلب الشرايين وضعف الذاكرة والتهاب المفاصل والسرطانات والعقم. عقم عقم يعني خلاص انت ما تبين اولاد وانا ما يب عيون. باباس ببروا مستشفى زوتو. استغفر الله يا باباس. استغفر الله. خنزير واكلين خنزير ازاي؟ فهموني. سوينا برياني برياني خنزير دكتور. دكتور هاتي هاتي الصابونة مال غسيل معدة. اتلي اتلي طلع خنزير من بطني دكتور. يا حبيبي انا لسه واصل من السفر دلوقتي. شنطة العشقة مش معايا. دكتورنا هنا نقولك لهم خنزير وانت تقول مش مستعد. سير جيب دوا جيب ابرة بسرعة. استغفر الله العلي العظيم. روحوا ادخلوا الشقه بتاعتكم وانا هجيب العده واجيلكم. يلا يلا واشكم ما واشكم. عباس رزا رزا لا قاعد يا اخوي، كليت ما خنزير داخل معده مالي. خنزير خنزير يسوي كذي؟ شف هذا اللي تبغي تعطي ولادكم حق بنت؟ انتوا لو عاطي ولادكم حق بنتي زبيدي ما بنأكلك لحم خنزير، بنخاف عليك شان أكلناك لحم غزلان. استغفر الله استغفر الله. شو أسوي يا رزا شو أسوي؟ يقول لك خنزير هذا داخل دود على زوني، يلف على بطني يلف يلف يلف. أنا الحين بصير أكلمه، هذا الحين أعطاك لحم خنزير باشا بعد يصب لك تكيلة. تكيلة شنو بعد؟ تكيلة هذا مثل بيمتو بس يوديك جهنم أسرع، يعني إكسبريس. الله اكبر ايش كمان عباس ايش كمان شتوري ريدا مسالموني يا قوري. عباس الحقيقه لغايه دلوقتي ما فيش علاج لاي حد كل لحم خنزير. شو يعني؟ يعني ربنا يتولاكوا بقى برحمته ويجعل مسواكوا الجنه ان شاء الله. شو مسواكوا الجنه يعني؟ ياي تدفني دكتور ولا تعالجني؟ خبن رضا خبن. يعني تعترف؟ يعني اعترف بشو؟ اعترف شو اعترف؟ هم اللي ماكلين من الصحن من غير ما يشاورونا ولا يقولون اصلا. هذه خيانه امانه، انا معطيهم امانه ويصيرون ياكلون منها. هاي اللي فيهم تفاصيل. يا اخي انت ليش ما تقول لهم؟ ما تخبرهم؟ ما تفتنهم؟ ما تبين لهم؟ ها تقول من هذا في لهم خنزير؟ بعدين انت ليش ما تبخ داخل بيتكم؟ ها تبغي تخيس جذورهم وسهونهم؟ اعرف يا اخوي عباس اللي هو عباس ما قال لنا كذي ولا فتن علينا. انت ايش حقه مشطب يا اخي؟ ما احبكم انتوا لان الجيران ما يجي وراكم غير مشاكل. انا بقول حق عباس اخوي عشان يكنسل موضوع زواج محمود من بنتكم بعد.
أبركها من ساعة فكاك نفتك منكم. أحيان يعني أبو علشان لحم خنزير سويتوا بنا كذي، لو مكنينكم سم شو بتسوون؟ أنت عشان شفت عباس أخوي ريال طيب مسالم على نيات يسوون فيه كذي له، هل حق الجار على الجار ما تعرف أنت؟ تتأمل، قلت لي كلام خليت وجهه يستوي أحمر أصفر مثل زردولوها. رزا إن شاء الله ما سبيت الريال ها؟ كان على الطرف لساني بسبه، بس خليته يستيح على وجهه عشان مرة ثانية ما يسوي كذي. يلا أخوي أنا بصير تامرني شيء. مشكور أخوي رزا ما قصرت. سامحني ما بسلم عليك إلا بعد 40 يوم. ماكل خنزير لا يعني بليت. خدافز خدافز بليت وايد خدافز إيدي نجس. مرحبا زبابة. مرحبا مرحبا رضا. سلام عليك بلاك. أخوي ما سلم علي بإيدي. ما عليه بيسلم ادوك أخوي. جبت لك أنا حلول حلول سنة اشرب لك منها قلاص يود إن شاء الله. وهذه ها يود خيلة صرت منها 4 كسرات زين إن شاء الله. إن شاء الله كأنك مو ما أكلت شيء. كل بيخوز وينزل من الضبط لك. أجي يعني خنزير كل بينزل بينزل بس ده ده أنت قبل لا يستوي لحم الخنزير لحم في ينبك. لا إيه وأنا عادة ها سائر وهذا بعد حلول عطا قولي إن شاء الله. ما قصرت لا تعاوي يلا زوج الله خير اجي يستوي لهم خنزير لهم في يمي. امي ابوي زعلان سيري راضي يعني بصراحه ما تسوى يعني تزعلون على موضوع مثل هذا يعني لحم الخنزير يعني باكر اذا صرتوا المحكمه تطلقون شو بتقولين حق القاضي والله حضره القاضي طلقني عشان خنزير صدقها امي فشله زين هو الحين وين هو في بلكونة يده ياسي شم هوا نقي هي بس يعني الصراحة هو المفروض اللي يراضيني اي باشمهندس يا اخي حط الدفاية اي مكان يعني من زود البرد اللي عندنا اي مكان حط الدفاية مو مشكلة يا باشمهندس ايش فيها حجرة المدام لتغيير ملابس شيل غرفة الملابس شيل خلي ان شاء الله تحط ملابسها في البخار في الكراج جاكوز شيل اصلا انا ما ابغى الجاكوزي شيله شيله اي شيء يخص المذاب شيل زين لا تسوينا مشاكل خلص الملة بسرعه مع السلامه يا الله هاي داد بيداد ما ريه كريه بسم الله حلو الريح بالوعه أبو أحمد السلام عليك عباس تشرب حلول عباس شا سوي أبو أحمد عشان بعد هلزون ينزل مال خنزير سامحني سامحني عباس والله غصب علي أنت مسموم ما يخصك أبو أحمد أنا سبب نفس موني دنية لو كليت لو مستعزن منك كان ما صار اللي صار ما كل لحم خنزير استاذنت ولا ما استاذنت سامحني عباس أنا غلطان أنا يعني جبت لك لحم وقلت هذا لحم عجل وطلع لحم خنزير سامحني سامحني خلاص محمد سامحتك بعد شو أسوي خلاص يعني قلبك صافي إن شاء الله صافي إيه أبو أحمد أبو أحمد دودة دودة على زوري دودة على زوري أبو أحمد دودة ما الخنزير ينزل حلول سوى شغل مع السلامة دودة استغفر الله العظيم غريب 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 سامحني سامحتك الحين ها وقت تسوي تليفون حق حد اتصل حق المهندس لاني نص طلباتك في الفيلا كنسلتهم شو الو